نعمنا من الصالح فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم تبع صوبا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقرأنا بما لديه كبرا ثم تبع صوبا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل كي جني نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قريبا سدا وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا جملة أوفني أنا ما مكني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آباؤكم أشفقتم كزين ما آتيهم ربهم إن الله قبل ذلك مهزمية آتوني زبر الحديد آتاني لا تاوي بين إذا جعله دارا قال أتوني أقرئ عليه جدرا فمن طاعوا أن يداروا ومن تداوا له لكبا على هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي هذا وتركنا بعضهم يومئذ يهود في بعض ونبك بسور فجمعناه الجمع وأكسر الجمع وصل النبي جمع وأنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا تجدون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي